هذه رقصة شعبية بطريقية. وين تعلمتها هي يابا؟ كيف؟ وين تعلمتها؟ بشخص سلوفاكيا. يا زارف الطول يا سن الضحوك يلي رابي بدلال امك وابوك، يا زريف الطول هي من غرابوك، شعر راسي الشاب والظهر نحانا. الله الله على تراثنا ما احلى، والله يا عم تراثنا كنز حرام ينتسى. تعرفوا يابا، طول عمري كنت اتمنى اتعلم الدبشه الفلسطينيه، بس ما لقيتش مين يعلمني. ما هيك ما شاء الله عليك بترقص البطري. الله يبارك خليقتك انت. تعرفوا يا بنات، الدبشه الفلسطينيه بترد الروح، بس يا عمي ما لقيتش مين يعلمنا. ها وانا ليه موجوده؟ يلا احنا فيها. انت بتعرفي تعلمي دبشه؟ طبعا قوم يلا. ولك يسعد دينك. يلا قومي. ها ايش تعرف يابا؟ آه. سيدك الله يرحمه عاش 90 سنة، عمري ما سمعته قال أخ. هو مالوش أخ وسيدي؟ والله بدك طخ أنت، امشي معي امشي امشي. العافية. أهلين. غلبك أعطيني جل الشعر. الله يرحمه سيدك، فيش عندي جل الشعر يا حبيبي. اسمع، بنفع تحين؟ يا عمي زماننا غير عن زمانهم، كل شي تغير. هيك هي الدبكة يا بطوشة؟ ركز معي. بديش أركز، أقول لك بدي أرقص ركز شركي. سعاد ولا نجوى سعاد؟ نجوى سعاد؟ أختك مش مثقفة فنياً، أسمها الأم المثالية. تعرف يا أبو عهد، سيدك اللي الله يرحمه كان ينزل على الدبكة ساعتين وما يقول أخ برضو. وبنغني البداوي هردوا حلالي يا مالي يا حلالي يا عافية. هلا هلا عمي. احكي لك أبوي يعطيني عقال. والله للأسف يا عمي ما بنبيع عقول، بس شوف كل احترام لأبوك اللي لليوم محافظ على التراث وبلبس حطة وعقال ودماي، سلم لي عليه وتأسف له يا عمي. مع السلامة. الله يرضى عليك يا عم، مع السلامة. تعرف يا أبا يا عاهد، وعشان هيك جيلنا كان أحسن من جيلكم. وكلش أخ. أيكم مشي. خلاص يا أبا، شكلك صعب تتعلم دبكة، اقعد وارتاح. أحسن، أقول لك أصلا بديش أتعلم، خلاص. تعرفوا يا بنات، لما هيك بروح مرات على سهرة عريس وبشوف هالشباب هيك بدبش والدبشة الفلسطينية وعلى دلعونة والشغلات الشعبية إني بكيف. إن شاء الله طول عمرك تضل مكيف. الله يرضى عليك يا الله. شو اللي بحط شنين؟ إيش هاي؟ شو هي يابا؟ لبنت جيراننا، أعطيني إياها أنا بودي لها إياها. هلا 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 ابو ابراهيم باحلى نسيب عندي، بنسيب العزيز. تسلم ولك انت الغالي والعزيز. اسمع ابو سليم، انا زهقان وروحي مفرفطه، شو رايك ناخذ هالبنات ونطلع نطش لنا طشه؟ لا بدي طش ولا هوش. اسمع للامانه يا ابو ابراهيم، من الصبح وانا عاني على بالي. ركز على كلمه عاني، شوف الطفل الصغير بتعن على باله كزازه الحليب اللي ودتها البنت هسه، وانا عاني على بالي الرقصه الشعبيه الفلسطينيه والبدويه والدبشه الشعبيه. سبحان الله يا زلمه، انا من الصبح وانا بغني فيهم. اسمع هيني جاي وجهز لي العود. ها خلص بدنا نقلبها دندره الليله. دندره. ماشي يلا مع السلامه، تتاخرش. باي يابا. شو يعني دندره؟ دندره في المصطلح الفلسطيني تعني يعني عليك أسئلة للأمانة ملهاش طعم. صح كلامك يا بابا، بس شو يعني دندرة؟ تعرف كان الواحد منا لما يقول أخ كان الكل يوقف ويساعده. قول أخ أشوف. أخ بدك مساعدة؟ مساعدة ولك تعال هاتي ايدك ولا هاتي ايدك.
إيه انتوا بتعرفوا يابا اكيد يعني اكيد يعني بتعرفوا انه انا صوتي حلو. اكيد صوتك زي البلبل. بلبل؟ علي الطلاق احنا العرب عندنا مصطلحات غريبه عجيبه. كان صوتك زي البلبل يعني عمركم سمعتوا واحد بيقول كوكو كوكو؟ قصدها يابا صوتك حلو زي الكنار. كنار؟ ولك مكتوب علي اظل كزدر فيك في هالبلد. اخ خير شو مالك شو مالك؟ بدي مساعده. بدك مساعده؟ ولا لا حريت غير الله عليك يا ابو سليم، كل مره بتطلع لي بقصه. هي شو الليله بدك لبها دندره؟ اوعى لا دلعونا. ايدي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك وقف، بديش أضربك. وقف وقف. ولك شو فيه شو فيه؟ مالك خبي خبي وراي شو مالك؟ خير شو فيه؟ والله لا أحكم من الزهق يا أبو إبراهيم. من الزهق؟ آه. طب اسمع. أيوة. أبو سليم عامل عنده حفلة دندر على الآخر، شو رأيك تيجي معي أنت وياه؟ طب نيجي وشو عليه يابا؟ يلا بدنا ندندرها للصبح، دندروا معي يلا. طيب يابا يلا، واحدة منكن تجيب لي العود. هاني رايحة أجيبه. يابا؟ اه. غني له أغنية ما بلاش اللون ده معايا. إيه ما بلاش اللون ده معايا؟ قصدك ما بلاش اللون ده معانا هاي؟ أيوه هي. مش حافظها. بدي أغني أغنية كوس كزح. والله لنكيف، اسمع ولا بديش تحكي ولا كلمة، فاهم؟ يعني ما كلش آخ؟ صوتك بديش أسمعه. بتسكر بصحة. شكله أبو إبراهيم مسج. أهلين أهلين أبو إبراهيم، شو في مالكم جايين هيك؟ شو مالك؟ جبت لك جمهور، مش قلت بدك تقلبها دندرة؟ تقلبها دندرة؟ آه. يومنا دندرة إن شاء الله. يلا تفضلوا فوتوا ندندر يلا. ندندرها للرسول. ولا بديش اسمع لك صوت. أهلين أهلين نورتونا، يعني بصراحة بصراحة يعني بصراحة ساعاتي لا توصل. عشان هيك جبتهم. يلا شغل العود وغني يلا. يا زي من أولها هيك حميين مالك. بعدين معاك، احمل هالعود ويلا طنطن وسمعنا. طنطن بهكي له خالك. مش قال أبوك دندرة؟ بس ما حكلناش إيش معناها. طيب اطلبوا واتمنوا، شو حابين أغني لكم؟ والله اللي منك بركة يا أبو سليم. غنينا للحجة. لا يا أبو يزن لملكاوي، غني لملكاوي. يلا غني غني يا حبيبي، هذا اللي كان ناقص. الأولى الأولى والثانية والثانية أما الثالثة خلاص الأولى إهواه. كل شي عرفته فيك يا عربي إلا التكتيك، كل شي عرفته فيك يا عربي إلا التكتيك، وأنا رايح أرعى الغنم وأحكي القصة للغنم، وأنا رايح أرعى الغنم وأحكي القصة للغنم، بلكي فهموا الغنم فهموني برجع ليك يا معود. يا معود إلا تك 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 راجع أرعى غنماتي يمكن أستوعب أكثر ولجل أسلم بعقلاتي رح أبيع الترانزستر. يا عالم أريد أخلص واشتري بحق وشنكال
راديو السلم بيرقص وبالحرب بيقرا قران وبيقولوا هذا تكتيك بيقولوا هذا تكتيك بيقولوا هذا تكتيك بيقولوا هذا تكتيك يا معود الا تكتيك 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 ازكول يا جماعه الله يسلم تمك يا ابو سليم هاي الاغاني حرام تموت الله يرحمك يا عبد الله حداد بس الله يرحمك الله يرحمه. تعرف يا ابو ابراهيم قاعد بفكرها وبشكل جاد اني اتوجه لوزاره الثقافه او وزاره الاعلام مع انه على الفاضي يعني واطلب منهم دعم مع انه مش راح يدعموني عشان انتج شريط والبوم غنائي احيي فيه الاغاني الوطنيه القديمه وبعض الاغاني التراثيه. والله فكره حلوه انا بدي اغني معك. لا حبيبي هذه لانه انا لي وسطي وجمهوري الخاص بدي اغني لحالي. يا زلمة شو جمهورك من جمهورك؟ بدي اغني معاك. إذا ما بتبطش يا زلمة، أنا فنان، أنت يا دوب مستمع. مين حكى لك؟ إذا ما تمدش إيدك يا زلمة. اسمع أبو سليم بدي اغني يعني بدي اغني. فيش تغني. لا بدي اغني. علي الطلاق ما بتغني. أحكي لك بدك تغني. بدي أسجل ألبوم لحالي. لا اسمع يا فندم بدي اغني. بدي اغني. اكسن هوسو في المونتاج ما في ازعاج تلتح للمسرح تحتاج احلى مكساج برسم بسمة وانبهاج بعد المونتاج اكسن هوسو في المونتاج شمعة وسراج نورنا العتمة بكل يوم لا بو لا عاج بدنا بس الفرحة تدوم وبدون إخراج أكشن أو شوف المنتج ما في إزعاج ونتحلي المشرح تحتاج